ازيكم يا شباب؟ معاكم فادي عضلات وفيديو جديد. وحشتوني جدا يا جماعه. على فكره انا عايز اقول لكم يا جماعه ان احنا عندنا في بورسعيد اشهر حاجه هي السمك. بورسعيد يعني سمك كمان. ايه ده اللي عندنا بقى الايام دي؟ في موسم البطارخ. موسم البطارخ ده بقى السمك بقى ايه، في بطاريخ بقى وايه. عندنا موسم البطارخ ده يا جماعه يعني من شهر 9 لغايه قرب شهر 1. اكتر سمك بقى فيه بقى بطارخ كبيره وكده. اكتر سمك تحديها هو سمك البوري بالذات. هو بيبقى فيه انواع تانية كمان مبطرخه، مش ده بس ده اشهر حاجه. فانا جه في بالي ايه، ان انا اجيب سمك بوري عملاق اللي هو بيبقى جواه البطارخ الجامبو بقى ونجربه سوا. بس مش تعمل لايك، اشترك في القناه مش مشترك، فعل الجرس بس ما ترنش كتير ما تصدعناش. لو في حد مهتم بالجيمنج، حته فيديو جيمنج عسل هسيبه لكم في الديسكربشن. انا جايب السمك البوري من اسماك قاسم وده اول مره اجربه. في سمك بوري الاربع سمكات كيلو، وفي ثلاث سمكات كيلو، وفي السمكتين كيلو ده اغلى حاجه الكيلو ب 120 جنيه. المهم فانا اخترت ان اجيب اكبر حاجه. بس سالتهم بقى اكبر حاجه ان يكون السمكتين كيلو ولا في كمان اكبر؟ فقالوا لي في سمكتين كيلو وربع. فقلت لهم خلاص انا عايز ده، عايز سمكتين كيلو وربع. بس اخترت بقى التسويه مختلفه، 150 جنيه سمكتين بوري بس. بس ايه بقى؟ قلت لهم واحده تبقى مشوي رد عادي وواحده مشوي على الفحم. المشوي على الفحم يا اما بيتعمل سنجاري يا زيت وليمون. قلت لهم يعملوه سنجاري. حماس يلا بينا. طبعا انا جبت رز معاه اكيد، يعني ده طبق رز خلطه ب 20. استغربت شويه لان في مطاعم بتعمل الرز الخلطه اللي هو بيبقى لونه بني، ممكن يكون الخلطه مختلفه. انا حسيت الاكل اول ما اجى كان الرز مش سخن قوي، بس السمك كان سخن. ديت يا شباب، بصوا يا جدعان، اوف ايه ده؟ يا لهوي، انا اول مره اجرب سمكه بوري بالحجم ده. قالوا لي في واحده في حدود 600 جرام والتانيه 650 جرام، فقالوا لي الكبيره هي اللي هنشوها لك على الفحم والصغيره هي اللي هنشوها لك رده. الشوي الرده كيلو ب 10 والشوي اللي على الفحم ب 40، فهم حسبوا لي دي كده بطريقه تقريبيه. يعني ديت 600 جرام حسبوها لي كانها نص كيلو والشوي بتاعها ب 5، والتانيه 650 حسبوها كانها ثلاث ارباع ب 30 جنيه. حسبوا لي اللي فيها 650 جرام هي اللي في الاغلى. يعني انا مشيتها يعني عشان ايه، سولت الحسابات وكده. بس هو المفروض الشوي 32 جنيه، بس هم ايه حسبهم لي ب 35 جنيه. بصوا السمكه كبيره وتقيله. بصوا يا جدعان دي الثانيه، دي بقى المشويه على الفحم سنجاري. تعالوا كده نشوفها. على فكره عمري ما جربت السمك السنجاري، فمتحمس جدا يا جماعه ان انا اشوف بيبقى طعمه عامل ازاي. اوه بصوا السنجاري خبار، وبيبقى ايه بقى حاطين بقى خس بقى والطماطم هو شكلها حلو قوي. وطبعا جبت قلب الطحينه ب 10 جنيه وسط حلوه كده. وطبعا فيه معلقه بلاستيك. انا اعتقد يا جدعان ان في ناس ما بتحبش السمك المشوي لمجرد انها معتقده ان سمك مشوي يعني كده اللي هو القشره السوداء. في ناس معتقده ان دي الطريقه الوحيده لشوي السمك، لكن في طرق شوي كتير جدا، سنجاري وزيت وليمون ومشوي على الفحم. انتوا عارفين يا جماعه اول مره لما جيت اجرب سمك مشوي من مطعم بورتو فيش لو تفتكروا، انا اتفاجئت اللي هو اول مره اعرف ان السمك ممكن يتشوي على الجريل زي الفراخ كده، وبيطلع لون القشره بتاعته من بره زي لون الفراخ، وطعمه حتى بيبقى مقارب شويه للفراخ. هو طبعا مش طعم الفراخ اكيد، بس طعمه بيبقى شويه مختلف. ده بوري قنال على فكره. بصوا على شكلها ايه ده؟ ده البطروخ بتاع دي اكبر من الثانيه. لا يكونوا عملوا الكبيره هي المشوي رده. واصلا بصراحه من البدايه هي الحسبه غلط، المفروض تتحسب بوزن السمكه بالظبط. يعني هو اصلا حتى لو السمكه 650 جرام انا ادفع ليه شوي على انها 3 4 كيلو؟ مش عارف. يا بصوا دي بتاعت السنجاري ودي بتاعت المشوي العادي، مش عارف حاسس ان التانيه اكبر. بس برضك يعني رغم ان السمكه كبيره قوي ومعديه نص كيلو، بس مش حاسس ان يعني كنت متوقع ان البطروخ يبقى جامبو اكبر من كده. البطروخ طعمه جميل بصراحه. يا احمد بتاعه تخين
استنوا كده اجرب الرز. الرز بارد خالص للاسف، عارفين هو عامل زي رز السيفود. رز السيفود بيبقى رز اصفر وجواه جمبري بقى وحاجات وكده، بس ده رز لوحده. هو كان اصلا جاي دافي، ما كانش سخن قوي. السمك اللي كان سخن، السمك بارد كمان. البوري بقى يا جماعه اصلا في انواع، في بوري مزارع وفي بوري بحر، وبوري البحر في منه انواع كمان. بوري البحر طبعا بيبقى احلى من المزارع اللي هو البوري القنال ده. وفي بقى احلى سمك بقى يا جماعه، وده اللي كان نفسي اجيبه بصراحه، بس للاسف بيبقى شاحح شويه وقليل وصعب يعني مش موجود بسهوله، وبيبقى الكميات بتاعته قليله شويه، اللي هو سمك البردويل. اوف استنوا بقى ما تجرب الطحينه. حلوه الطحينه، الطحينة جميلة. نجرب بطروخة بقى. البطروخة كبيرة فعلا حلوة، بس برضك كنت متوقع انها تكون اكبر من كده يعني. كنت عارفة انا كان نفسي اجيب بوري بردويل. البردويل بقى يا جماعة بيبقى بقى ده بقى اكبر سمك بوري عملاق. عملاق عملاق يا جماعة، بتبقى السمكة الواحدة ممكن توصل لكيلو، مش بس كده بتعدي الكيلو كمان احيانا، بس تبقى اغلى. بيبقى الكيلو بتاعها ب 180 واحيانا بيبقى ب 200، بس بتبقى ايه يعني حسب ما عرفت بقى طعمها مختلف بقى. والبطروخ ده بقى بيبقى البطارخ الجامبو 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 اكبر حاجة، بس البردويل ده بيبقى قليل معرفش ليه. بس هو السمك ده يعني حلو، اللحم بتاعه تخين. عايز اشوف شويه رز للسنجاري. بصوا يا جدعان بجد البطروخه قد ايه؟ ده في كمان اصلا البطارخ دي بتتباع لوحدها، وممكن احجام اكبر من كده كمان. يعني لو حد مهتم قوي بالبطروخ ونفسه ياكل بطروخ كبير قوي، مش شرط اصلا انه يشتري سمك، لا في البطارخ بتتباع لوحدها اساسا بالكيلو. انتوا تعرفوا يا جدعان ان احنا بيجي لنا يوم الجمعه زيارات ورحلات من المحافظات مخصوص، ناس جايه عشان سوق السمك، بيجوا مخصوص عشان ياكلوا سمك في بورسعيد. تصدقوني يا جماعه احنا مشهورين جدا بالسمك، لدرجه عايز اقول لكم ان في محلات في سوق السمك بتعمل توصيل للمحافظات، بس انا ما اعرفش يعني بصراحه ده بيعمل ولا لا. بس عامه يعني عايز اقول لكم من كتر الاقبال على السمك ومن كتر ما الناس من المحافظات بيحبوا السمك بتاع بورسعيد، في محلات بتبعت سمك للمحافظات، انتم متخيلين؟ وفي تقريبا كمان بيسافروا المحافظات يبيعوا سمك هناك. صدقونا يا جماعة احنا مشهورين قوي بالسمك. عايز اجرب بقى البطروخة. هو تحس التانية اعرض شوية بس دي اطول. حاجة ايه؟ لا بطروخة عملاقة. اما لو شفتوا بقى بطرخ البردويل تقولوا ايه؟ السنجاري ده بقى يا جماعه اللي انا متحمس له قوي. بصوا هنا البطروخه يا جماعه متحمره. بصوا. اوه لا هي بقى اطعم بكتير من التانية كمان. البطروخه دي بقى وهي متحمره كده يا جدعان حكاية. شكل اللحم من جوه مقارب للتاني، بس بيبقى ايه ناشف شوية من بره عشان بيبقى مشوي على الفحم. تمام.
الطعم مختلف، المشوي على الجريل الاحساس مختلف يا جماعه. احلى بكتير يا جماعه من الشوي العادي. مزاج مزاج. اوه بس الخلطه اللي جوه مش هتشطه شويه. البرتقال يا جدعان وهو محمر حكايه. انا بستغرب يا جماعه بصراحه حاجه، في ناس ما بتبقاش غاويه الاسماك والمأكولات البحريه عموما ايا كانت طريقته. انا بستغرب ليه يعني، انا المأكولات البحريه بحبها قوي يعني، حتى عايز اقول لكم اكتر من اللحوم كمان والحاجات دي. انا حاطين فلفل، ده في فلفل وبصل ما اعرفش حاجه خضرة كزبره دي ولا ايه. بس طعم خيال. بصوا هي القشره بتاعتها من بره اهي، هي بتبقى مفتوحه كده وشاويينها بقى على الفحم. انا عايز اجرب البطوخ بالرز يا جدعان، والله يبقى جامد. تخرب بيت الجبال. جامدة جامدة. طريقة السنجاري على الفحم ده، بصوا يا جماعة معلش أنا عايز أوريلكم من قريب، بصوا يا جدعان. حرفيا يا جماعة السمكة أنت بتحس إن لونها بقى عامل زي لون الفراخ المشوية، وبجد الطعم مختلف خالص خالص خالص، الطعم حاجة تانية خالص. بصوا بقى اللحم الابيض، بصوا الجمال. على فكره يا جماعه انا كنت طالب ان الاكل يجي لي الساعه 4، وصل قبلها بشويه كده، وصل في حدود 4 الا ربع، فوقت التوصيل كويس يعني. طبعا التوصيل كان ب 15. حته حماس بقى كده يا جدعان. الفص كبير. طعم قوي. بس بجد انا حبيت طريقه السنجاري قوي. بس بجد تجربه حلوه وانا اتمزجت بجد. بصوا يا جدعان احنا نختم بقى بموز عملاق. بصوا يا شباب بس بصراحة أنا عايز أقول لكم على حاجة، أنا من البداية كنت عايز أجرب سمك البردويل، بس كده يا جدعان. أتمنى تكونوا اتبسطتوا من الفيديو، لو عجبك الفيديو حط لايك واكتب لي كومنت برضك، يعني اكتب لي إيه اللي عجبك في الفيديو، لو الفيديو ما عجبكش طب اكتب لي ما عجبكش ليه كده يا جماعة، تمام؟ واستنوني في فيديو جديد، سلام.